أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن
Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun anna min azabillahi min shay'in. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء صبرنا ما لنا
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم.